يشتكي سكان حي 350 قطعة ببلدية الخنق بالأغواط من انفجار قنوات الصرف الصحي منذ أزيد من سنة كاملة نتيجة عدم ربط القنوات ببعضها البعض جراء إهمال المقاول وبدورهم. طلب سكان الحي تدخلا عاجلا من المسؤول الأول عن البلدية لحل المشاكل أو المشكل نهائيا. التغطية لمصطفى بن مسعود. عندنا مشكل هنا نتاع الصرف الصحي نتاع الجهه الغربيه 350 قطعه. الصرف الصحي هذا راه السكان سكنوا سينيسمو اللي لو خادمينها بصح الراكوردمون مازال ما خدموهاش. راه صاري هذا المشكل تاع المستنقع هنا راه عدوا في مده واحد العام ولا اتصلنا بالسلطات. السلطات قال لك اخويا خاطيتنا لاديش لاديش قال لك ما ديناش حال مقاول ريزينا ما عرفناش على واش. ودانا مع رئيس البلديه وجا لهنا رئيس البلديه وشاب عينه قال لك انا خاطيني ما نقدرش ندخل لك انا قال لك هذا بعض من الوالي وحنا باش نروحوا للوالي على جال الصرف الصحي ما رحنالوش. يعني ماذا بين حتى السلطات تشوف المعني تاع الصرف الصحي ذا ما بقالوش يعني ما كانش قرروا مبارك. المشكل هذا تاع الصرف الصحي راه في عام تقريبا ونص. حكينا مع المير عليه حكينا مع شاف الدائره جا هنا عليه ذاك اليوم شاف الدائره جاي لي قال لي 14 يوم ويتخدم 14 يوم. الحكايه دي تاع 14 يوم رانا فيه ربع شهور ولا خمسه ورا عندنا وليدات راهم كل يوم يلعبوا عدو هنايا كل يوم نزقوا عليهم. ومشكلة هذا راه مرض ماهوش حاجه تاع تمسخير اللي يضربوا لها النحو ويخلوها كيما هاكل. عدهم قال لهم يا ودي 14 يوم ونحلكم المشكل هذا ولكن لا حياه لمن تنادي معناها ما الهضره يا الهضره بصح التطبيق ما كانش. واش نقول لكم راكم الصوره تعلق على نفسها راكم تشوفوا راكم عاينتوا المكان. احنا نرجو من السلطات المحليه والسلطات المعنيه انها تتخذ قرار.